مرحبا مشاهدينا. كثيرة هي المخيمات الصيفية خصوصا في هذه الفترة من السنة، وعادة ما تكون مخصصة للأطفال. نتواجد حاليا في الشاطئ الأبيض التابعة لإقليم جلميم الملقبة بباب الصحراء في جنوب المغرب. هذا المخيم يتميز بأنه يضم 300 عائلة جاءوا من إقليم أسزاك البعيدة عن إقليم جلميم ب 160 كيلومتر، جاءوا هربا من الجو الحار الذي تعرفه المنطقة. هذه المبادرة الاستثنائية والأولى من نوعها في المغرب تبناها المجلس الإقليمي لأسزاك، وتم توفير جميع المستلزمات الضرورية للعائلة والأطفال. بعد نجاح النسخة الأولى ازداد عدد المستفيدين في الدورة الثانية ليصل إلى حوالي 1500 مستفيد من الفئات المحتجة والمعوزة وذوي الدخل المحدود. بالنسبة لها التجربة هذه هي كتضم الأسر بجميع الفئات المجتمعية ديالها، والحمد لله بالنسبة لهذه السنة هذه حاولنا أما أمكننا نوفروا جميع الاحتياجات الوسائل الضرورية من مرافق صحية، من مسجد، من سوق يحتوي على جميع الأمور اللي هي ضرورية، من أيضا فضاء الألعاب، فضاء الأطفال، السباحة، الرياضة، يعني جميع الأنشطة اللي كتزاول على المستوى خلال فترة الصيف. الفرقان باللهجة الحسانية، وهي مجموعة من الخيام تمارس فيها الحياة الصحراوية. فداخل الخيام لا تكتمل الجلسات العائلية بدون الشاي الصحراوي في جيمته الثلاث: جمر وجر وجماعة. احنا بصفتنا مرضى للقصور الكلوي ننتمي الى جمعية سندي لمرضى القصور الكلوي، وفرنا المجلس جميع الظروف بما فيها السكن وبما فيها النقل الى 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 قلميم من اجل حصص التصفية. بدلنا الحمد لله الجو، لان الجو في أسك يوصل حتى ل 47 48، وجينا الجو ما فيه كاع حتى 17 ولا 18. الحمد لله راه تنقل كبير بين الجو ديال الشاطئ الابيض والجو ديال اسا. في الوقت الذي يشغل فيه الاطفال بانشطتهم، تستغل الامهات اوقات فراغهن في ممارسه بعض الالعاب الشعبيه والغناء. المخيم الصيفي العائلي بالشاطئ الأبيض له أبعاد إنسانية واجتماعية وتضامنية، فقد أتاح فرصة للأطفال والأسر المعوزة الاستمتاع بالجو المنعش وقضاء عطلة صيفية استثنائية. إكرام الأزرق، قناة الغد، من إقليم جلميم باب الصحراء.